الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في متابعة مشاريع لجنة القارة الأفريقية، ونحن الآن في جمهورية كينيا في مدينة نمانجا حري مجيلو، حيث يوجد هذا المشروع المبارك، وهو مدرسة لحجاج تبرع حجاج حملة مساعد الشاجي عام 1429، وهي عبارة عن ثلاث فصول دراسية تم بنائها في هذه الدار، دار الأيتام التابعة للجنة القارة الأفريقية، لكي نكمل الفصول في هذه الدار، وهي عبارة عن ثلاث فصول دراسية تسع ل 120 طالب. نسأل الله عز وجل أن يأجر الأخوة حجاج حملة مساعد الشايجي، ونطلب منهم المزيد من هذه المشاريع الطيبة المباركة، والحمد لله رب العالمين.